ضيف الحلقة. وضيفنا هو الأستاذ والباحث كريم العبد العلوي، مختص في العلاج بالنحل والوصفات الطبيعية، واللي غادي يتكلم لنا اليوم على المشكل ديال بوز اللوم أو السياتيك اللي كيعانيو معاه منه بعض الناس. فإذا بغيتوا تواصلوا معاه وطرحوا الأسئلة ديالكم، يمكن لكم أنكم من اللحظة تصلوا بنا على الرقم 05 22 36 10 36 أو 05 22 36 05 36. كذلك يمكن لكم أنكم تواصلوا معنا من خلال SMS على الرقم 5566 ديال الدرهم، تطرحوا السؤال اللي بغيتوا. بداية نرحب بك، كيف حالك أستاذنا العزيز؟ نهاركم مبارك. لاباس عليك؟ كلشي مزيان الحمد لله. ويومك أبرك، كلشي بخير دائما الحمد لله. طيب سياتيك طبيعي الحمد لله، وهذا من حسن حظك. الله يعطيكم العافية. وحسن حظنا أننا كنتعاملوا معك أستاذ وكتخدم بطبيعي. طيب غادي نتعرفوا بعدا على هذا المشكل هذا ديال السياتيك، شنو هو وش كي يعني من خلال طبعا الحالات اللي جاوا عندك العيادات، واش فعلا كاين هناك يعني وصفات وعلاج اللي هو طبيعي او لا؟ هو الغريب احيانا الناس يخلطوا بين المشكل ديال السياتيك اللي هو ذاك الحريق اللي تيكون في الرجل نتيجه واحد لونير سميتو لونير سياتيك، اللي الالم تمشي حتى للرجل وتيكون صعب على الناس، وبين المشاكل تجي في الفقرات نتيجه انديسكوباتي، فاما الفقرات تدق بينتها بانسمون او ارتروز او تتكون دي ديفايونس معينين في الفقرات. بيت القصيد انه كذلك بعرق النسا فوالا الا كان سياتيك فهو عرق النسا، فهنا كاين لابد الانسان ما امكن يدير اون راديو واحد الليغام لتتبين عن طريق الطبيب تبارك الله العلوم هذا اختصاصهم وتعرفوه. فالانسان من يكون عنده ياخذ لو كونت روندو مع التصويره، ومنهم الناس اللي تبعوا معنا هذا المشكل اسياتيك من جهه او ليغني ديسكوباتي من جهه ثانيه بالنسبه للفقرات، تتكون نجاحات كبيره. فكاينين الناس اللي تيضطروا فقط ياخذوا ديكالمون دي زونتي انفلاماتوار او مواد ضد الالم، ف وتطول العمليه، ولكن العمليه العلاجيه كاينه وممكن انه تتم، ونجحنا في مئات الحالات في هذا النوع من المشاكل سياتيك من جهه او اغني من جهه ثانيه، وتمكننا الناس انهم يتبعوا بطريقه متميزه. هنا في لقينا من المواد اللي عطت نتيجه خارقه، اقول هو زيت الزيتون على الريق لمده ديال 6 شهور حتى لسنه كامله، فالانسان ياخذها بوحدها ونتيجتها خارقه بواحد الشكل متميز. هنا غادي نفصلوا باش نبينوا. نعم. طيب بالاعراض فقط اللي ما كيعانيش من هذا المرض او اللي عنده شك، يعني هو على ان الانسان كيحس بواحد الالم ربما بحال يعني الم من 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 اسفل الظهر ونازل حتى بلوكي بحال بلوكي تماما بحال التنمل، ولكن هو اكثر شده واكثر حده منه لانه كيمشي لدرجه الالم ماشي غير التنمل، بحال من اسفل الظهر حتى الرجلين تحت يعني حتى الساق، يعني كيحس بحال الا ما قادرش يمشي، بحال الا يعني كيعوج ظهره باش يمشي، يعني كيحس براسو بلوكي، كتكون من جانب سياتيك والطريق تاع لونير سياتيك تماما كله تيحس به، وكيكون في جهه دون اخرى، يقدر يكون في جهه وحده دون اخرى، يقدر يكون فيهم بجوج. نعم. وهي الم طبيعه الحال حاده، ويعني يعني الناس اللي كيعانيوا منه صراحه يعني كيتالموا بشكل كبير. طيب حنا غادي نشوفوا في حاله الاستعجال مثلا شنو ممكن على الاقل باش الانسان تخفف عليه، اذا كان مثلا خدام ولا كذا تابعوا يعني مصالح معينه، وعاد نشوفوا طريقه طبيعيه يعني في العلاج اللي ممكن اتبعوها باش هكذا نخفوا من هذا المشكل هذا ولا ينتهي تماما لما لا. نطلالات ديالكم بطبيعه الحال مباشره، وغادي ناخذ اول اتصال هو لحسن. السلام عليكم حسن. سي حسن قطع الخط. طيب حد سعيد اتصال بنا سي حسن مره اخرى، غادي ناخذ لطيفه. السلام عليكم لطيفه. عليكم السلام اختي، كي دايره؟ لاباس بخير الحمد لله، الله يبارك فيك. عافاك بغيت نهضر مع الاستاذ. نعم كيسمعك تفضلي. راه جيبي هضر مع على سياتيك. اييه دوزو يلاه استاذ. اييه تفضلي. نعم السلام عليكم. عليكم السلام. مبارك. مرحبا الله يبارك فيك. الحمد لله حنا جد مسرورين بك. مرحبا بك. مرحبا بك. الاسم الكريم ابراهيم. ابراهيم مرحبا بك. مرحبا بك سي ابراهيم تفضل. كنت بحال الاستاذ انه كان عندي سياتيك قديم، انه كنت طبت في ماشي
يقولوا له داك سميتو الطبيب ما كان ينصحني بانه ما يعطينيش شي حاجه انا غير سميتو بلانشا ودرت عليها داك سميتو هي اللي كان ناس ولكن من بعد كاين تحسن مش هذاك الالم مش هذاك الشيء ورجع فقط المده ما عندناش فوق البونج ما عندناش فوق داك سميتو غير في القرب وباقي الان دوك خطره تيفيق عليا داك تينوض واخا طيب اي سؤال استاذ شحال العمر ديالك الاخ الكريم؟ دروكا 60 سنه تبارك الله عليك شنو تغذيتك خديتي تغذيه معينه ولا بقيتي في التغذيه المعلومه لا معروفه؟ لا غيرت التغذيه حتى من نهار ملي جيت انتم تصنتنا لكم والنصائح ديالكم غيرت التغذيه الله يعطيكم الصحه شكرا جزيلا اذا اول شيء ننصحك به ديما في الاستعجالات تمام شويه قويلب ان انتي انتالجيك خارق جدا وعطى نتيجه كبيره في تهدئه الالام ديال 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 هذه الحالات ديال السياتيك من جهه ثانيه ديما خذوا زيت الزيتون خذوا مثلا معلقه حتى لجوج ديروا فيها معلقه صغيره ديال سكينجبير عجنوها مزيان ياك ودهنوا بها ولكن عندكم يضركم البرد فهادو جوج الحوايج مهمين مساله ثالثه هو المواد اللي هي ضد الالتهابات نعطيكم المعدنوس تاكلوه او طحنوه مع شويه ديال التفاح او طحنوه مع الماء المغلى مثلا تقدروا تاخذوا عصير البصل مع الماء المغلى هذه من جهه اخرى ديما زيت الزيتون على الريق على طول العمر مادام عندكم هذه الحاله هذه هادو الاستعجالات الاساسيه البدائيه كاين علاج اللي غادي نبداو نتكلموا على المستوى الثاني من 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 العلاج اللي هو نبداو نتمكنوا من هاد لونيغ سياتيك ما بقاش يدير الالامات ونحاولوا نحاولوا ننقيو ونقويوه بمعنى غنبدا نشتغلوا على لسعه النحل عندها قوه خارقه لاحظنا في لاكولوباتي فونكسيونيل لاحظناها في كثير من الحالات ديال 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 الامراض العصبيه بحال الديبرسيون وعطانا كثير جديد نشاط الخلايا العصبيه اذا تقرصوا لسعات في بلاصه اللي تتالمك مزيان بدا بالفوق بمعنى الاخر ديال العمود الفقري وثم انتم هابطين مع الالم وطريق الالم لو شومان دو مال طريق الالم وهنا فين تمكننا نزيدوا نقطه ثانيه هو تنقيه القنوات الدمويه اللي عندها علاقه مع المكان ونعاودوا نشطوا الدم باش يطلع جديد ميور اوكسيجيناسيون ومناعه جديده اذا وتنحاولوا نخدموا على هاد السبيلين وهذا اسلوب اللي تيمكن نخدموا به المستوى الاول الاستعجال المستوى الثاني تقويه الجسم بشكل صحيح ونحاولوا نوصلوا القنوات الدمويه بيان اوكسيجيني بيان هيومينيزي فيها الاكسجين بما فيه الكفايه اللي يجدد النشاط تاع المنطقه وثم تقويه المناعه وثالثا انه المستوى الثالث هو نخدموا على الالتهاب حقيقه مع تنقيه وتقويه لونيغ سياتيك والمنطقه اللي عندها علاقه مع هذا المكان وهكذا يمكننا نرفعوا من المناعه نرفعوا من الاكسجيناسيون نرفعوا من المستوى العلاجي ونخففوا الالام وهذه خصنا عمل ديال تقريبا بين اون مويان ديال 6 شهور ممكن تكفي ولكن 6 شهور حتى 9 شهور ضروريه حتى يكون عمق في العمل حقا في اوروبا تعطيو السردين بزاف مشوي عطى نتيجه خارقه جدا وهنا فين تبغينا حتى الاخوان ديالنا الاطباء اللي هنا يبدا يعطيو ينقيو ماكله الناس انت سمعتي الاخ اللي هضروا تبارك الله عليه كيف نقى ماكلته وتتساعد على عمليه اعاده البناء تاع العضو المريض وتخفيف الالم ثم الانسان يوجد القوه ديالو ان شاء الله. نعم طيب غادي نرجع باش ناخذوا ان شاء الله من بعد فاصل الاتصالات ديالكم ومع الاستاذ والباحث كريم العبد العلوي مختص في العلاج بالنحل والوصفات الطبيعيه وكنتكلموا على المشكل ديال بوز اللوم او لسياتيك معنا ام سعد السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا بك ام سعد. بارك الله فيك السلام عليكم الدكتور العلوي. ام سعد والله مرحبا. عفاك كان عندي واحد الوليد عنده 9 سنين كان كيبول بزاف كيشرب بزاف المهم درنا ليه بزاف ديال التحاليل داك ليرين وتبين لنا بانه عنده كيس تحت المخ الغده النخاميه. الله يحفظهم يكون باس. بارك الله فيك. ودابا قال لي العلاج ديالو هو العلاج. نعم. شنو هو العلاج ديالو؟ أم سعد قطع على الخط كنظن للأسف طيب عاود تصل بنا على 0522-36-10-36 أو 0522-36-05-36 ونجيبك إن شاء الله عنده كيس تحت الغدة ياك أو نخامية نخامية دونك ليبوفيز ناخذ رشيدة ومن بعد نجاوبو السلام عليكم. السلام أمينة.
مرحبا تفضلي. مرحبا كيد. عاف انا بغيت نسول الدكتور عافاك على ماشي الموضوع ديال الروماتيز على مرض السل. السل اييه عندي تحت لودنين فاش فين تنفخات لي الغده الدرقيه. نعم. شو عندك من عام؟ عندي 34 عام. ما يكون عندك بس هادشي قديم عندك هاد المشكل هذا؟ لا يلا ولا عندي غير شهر دابا ان شاء الله. واخا انا غيوصلك الجواب. طيب شكرا لك رشيده. شكرا على اتصالك. تفضل نبداو بعدا بوليد ديال اللي هو سعد. نعم. هو الحاله ديال لي كيست في الراس في جهه ليبوفيز هذه عندنا فيها نجاحات كبيره تبارك الله. ونتكلم على اكثر من 30 حاله اللي نجحوا ومنهم بنيته اللي كانت درت عمليه ورجع لها الكيست عندها 7 سنوات تبعت معنا اقل من سنه والحمد لله مشى له ما رجعش. دليل على انه ان شاء الله الى هذا الوليد هذا حيدتي له الحيواني 100% لانه ما تسعش اعاده بناء الخلايا وضبط الخلايا السرطانيه. الحمد لله ماشي سرطان عنده كيست ولكن لابد نحاولوا ناثروا على المنطقه بهذا الاسلوب باش ننقيوه ونعاودوا نبنيو المنطقه بناء جديد بدون هذا المشكل تاع لو كيست. اذا زيت زيتون على الريق 2 معلقات كبار ساعتين قبل الافطار، ماء بصل عسل، اذا كاس كبير الماء مغلي تقريبا واحد 160 170 غرام الماء مغلي، نديروا فيه عصير البصله 20 غرام مع قد العسل الحره، اذا كان الزكوم يكون افضل، وعسل الزكوم سبحان الله عطانا نتائج كثيره في ليكيست فيما كانوا ليكيست، عسل الزكوم عنده نتيجه كبيره، علما انه كثير الناس التي كمختبرات امريكيه تاخذ العصير تاع الزكوم ذاك الحليب ديالو وتشتغل به في كثير من الامراض وما تعلنوش، ولكن نتيجة احنا اللي حققناها انه في الامراض ديال ليكيست في الكلاوي ولا في الرحم ولا في البزولة عطى نتيجة كبيرة. اذا فمعقة كبيرة ديال عسل الزكوم وتخلط تقريبا 30 حتى 40 غرام ديال لاجولي غوايا في كيلو ديال العسل ديال الزكوم وتاخذ منه معلقة كبيرة كاس كبير تاع الماء مغلي 170 غرام و 20 غرام ديال البصل تاخذ الكاس الاول مثلا مع داك 7 7 وربع ومع 9 9 ونص تقريبا تاخذ الكاس الثاني ومع 12 الكاس الثالث والعشيه 4 6 8 10 وتعطيه كثير الخضر والفواكه ما طيبينش. علاش ما طيبينش؟ حيت لي زونتي اوكسيدون اللي مهمين كاينين الا ما طابوش ولا مشى تطاب داك الشيء تبدا تضعف الماده الغذائيه فالليمون التفاح فواكه كلها معدنوس كرفس المهم ياخذ خزول فجل الخرشوف هادو بدا تعطيهم له بحال الخضر خرشوف تيجيو مرين عطيهم له مع شويه ديال الليمون او التفاح او الكيوي وانا غادي نحس على انه الوليد غادي ياخذ مواد جيده ثم بدات هذه المرحله الاولى قويله ديالتهم مهم باش نعاودوا ناثروا على عمليه الامتصاص والجسم دي ياخذ المواد القويه المتميزه اللي كاينه في الثوم ولا استطعتي دير له لساعات 2 3 في الصباح 2 3 في العشيه قبل ما ينعس في جهه العمود الفقري في السيرفيكال غادي يكون مزيان وان شاء الله نمشيو بهذا الاسلوب وكل برنامج كامل يعني ماشي انا عطيت البرنامج حيت ممكن الامهات تبارك الله ولا تيفيقوا ولا تنتبهوا لهذ القناه المباركه ولا تيقيدوا تيسمعوا تيجيو عندي تعطيوني هاد التجربه ديالهم فلا تبعتوا هذا الاسلوب ان شاء الله غادي يكون مهم جدا وكونترول كل 3 شهور غير تكمل 3 شهور الاولى جيب لي الكونترول دي ار ام او الكونترول الاولى اللي درتي باش نقارنوا وان شاء الله ما يكون الا خير ان شاء الله. طيب بالنسبه لرشيده كتعاني من السل السل البصل مع العسل عطى نتائج كبيره جدا والعنوان الكبير عند الاولين انه ديما تيقول لك الثومه من ارقى ما كاين في السل. حنا ملي اشتغلنا مع البصل والعسل الناس اللي كان عندهم السل ما بقى ولكن ما تخدموش 3 شهور وتحبسوا خصنا نخدموا عام كامل وغتلاحظوا على انهم على ساعات اذا كاس كبير من مغلي تقريبا 200 غرام الناس اللي كبارين وتنديروا عصير بصل 20 غرام ومعلقه العسل الا كان الزكوم او دغموس معلقه كبيره نديروا فيها تقريبا 5 حتى 6% ديال الغذاء الملكات بمعنى 50 حتى 60 غرام في الكيلو ديال عسل الدغموس تنخلطوا تديروا منه علقه كبيره في هذا الكاس الماء 7 حتى 9 مرات في النهار ونباتي 100%
وممنوع الحيواني بالطبع، والعصائر الفواكه الخضر مع اللسعات جهه المنطقه اللي فيها المرض، ما تنديروش في الوسط تاع المرض، تنديروا في الجنبات ديالو. المرض تبدا تيخرج، التجربه ديالنا بنيتها عندها 24 25 سنه، كان عندها السول مخبع في جسمها، فمع اللسعات طلع لها وتفرقع لها في تحت الاذن ديالها، والطبيب نقاها لها وقال لها كيف انك استطعتي تجمع السل وتخرجه في مكان واحد. هنا فين تنحسوا الاساليب الطبيعيه كلها انها مهمه في هذا الاتجاه، تنقيه متميزه. نعم، طيب غادي ناخذ المزيد من اتصالاتكم اكيد على ارقامنا 0522 36 10 36 او 0522 36 05 36 عبر الاس ام اس 5567، بان الاسئله كتجي مختلفه وفي مواضيع مختلفه. غادي نكملوا بعد الموضوع ديالنا ونشوفوا في الحاله الاستعجاليه، الانسان شدوا الكريز ديال لابوز اللوم شنو يدير يعني استعجال ديك الساعه؟ الحوايج، نعم، اولا تمم شويه قويلب، واخا يقدر يعاودها نص قويلب كل نص ساعه 3 4 5 المرات، واحد اثنين يغلي كاس الماء يدير فيه عصير البصل 20 غرام، واخا ياخذ كل نص ساعه 4 5 المرات، اذا ياخذ 4 5 المرات كل نص ساعه، ويستعمل زيت الزيتون فيها شويه ديال السكينجبير ويدهنوا ويربط ويمشي يرتاح، ما يبقاش يتحرك هنا ولا هنا، يعني بعدا خسر الراحه ضروري. الحركه غادي تسميتو. هادو ثلاثه مهمين اساسيين، استطاع يدير يبيع الثلاجه ويدير صندوق تنحف بلاصه مرمره يقرص بها النحيلات، غادي يكون افضل كثير بإذن. نعم، طيب وفي البرنامج العام يعني انسان كيعاني من مشكل ديال بوز اللوم، نعطيو ليه بالترتيب شنو باش يبدا، شنو غادي اولا على الريق، هادي على الطول، على ممكن على طول السنه الكامله الى 3 سنوات، يحاول يطول، حيت كلهم اللي كان عندهم الاختروز وعندهم مشكل او الاغني زيت الزيتون خفف وقرب، بالعكس عطى قدره على بناء المنطقه البناء الصحيح. اذا ثانيا غادي نعطيو الخضر الفواكه ما طيبينش كثير، فيه بلان دونتي اوكسيدون، وتتعاود تقوي القنوات الدمويه وتتساعد التواصل مع المنطقه باش بولوكسيجيناسيون، واحد، وباش نعاودوا ننقيو ونبنيو. ثالثا انه ماء مغلي مع عصير بصل 20 غرام وعسل 7 مرات مهم جدا. انتم لاحظتوا البصل اشاك فوا كل مره تيدخل وتعطينا المفاجاه، اعاده بناء المفاصل. الوغ ثم لسعات النحل 7 حتى 9 في النهار في المنطقه، تنظروا المنطقه وممكن نضربوا حتى الوسط تاع المنطقه اللي تضرنا مزيان، ونتبعوا لوسياتيك حتى نتبعوا الكذاب تاع باب الدار، ناخذوا كله مع الطريق تاع المرض، وان شاء الله مده العلاج ماشي شهر وماشي شهرين، تاخذنا ايميان واحد متوسط زمن 3 شهور. حجامه مهمه تدار مره في الشهر، كاينين شي وحدين حمقين ما عندهم عقل تيديروها كل تيديروا 2 مرات في السيمانه. هذا هو المغامرات. حنا ما تخصنا نحترموا جسم الانسان، ملي تنعطيوه حاجه مفيده نعطيوه فرصه فين يرتاح ويستفيد. لذا العمليه ديال حجامه تتم مره في 30 يوم، ممكن مره في 45 يوم، ولكن ما بقاش نديروا هاد الوتيره ديال بزاف على الناس، لانه غمضة الناس تعانوا من فقر الدم من بعد الحجامه ديال 2 مرات في الاسبوع، ممكن مره في الاسبوع، راه بزاف على الناس. اذا فنعطيوها بالوتيره المطلوبه، وان شاء الله ما غادي يكون الا خير. حكينا على انه الحيواني كله خصو يحيد، والقاعده عندنا كل ما تناخذوا الامور نباتيه، القدره على اعاده البناء العضو المريض مهمه، وسيدوا العمليه هنايا هو الكبد، والكبد خصنا نحترموه فنقيوه، فتنقوه بزيت الزيتون، تنقوه بالبصل العسل، وتنقوه بهذه الاساليب الجيده جدا. وكثير من الحالات بحال هادو نعطيوهم في الحالات القصوى، تنعطيو السردين مشوي او الحوت، يكون اسبادون، يكون باجو، يكون فرخ، يكون سردين، يكون شارغو، المهم يكون كل ما كان فيه شويه الزروقيات تكون في ذاك الندم الزائد، وهذا تعطينا فرصه مهمه جدا. نعم، ناخذ طيب اتصال على ارقامنا المباشره معنا سميره. السلام عليكم. وي السلام عليكم. مرحبا سميره. يخليك بالسلامه. الله يبارك فيك، تسد لي. تسد لي على الازعاج. مرحبا، الله يهدي. مرحبا بك. الله يخليك، عندي واحد الحاله شويه معقده. نعم. مرحبا بك. عندي مشكل ديال لي فيبروم، صافي دابا ولا عندي فيه اكثر شي 7 سنتيم، وعندي مشكل ديال الغده الدرقيه بحال ولا فيها عندي دي نودول ولا تدريه، مشكل حتى بالنسبه للقلب، تنحس براسي بحال وكنحس بالسخفه شويه، وتالي كيست في لسان، ومنقيه انا التغذيه ديالي مزيان، متبعه الدكتور الله يجازيه بخير، البرنامج ديالو متبعه مزيان، داك الشيء ما كناكلش اللحام، وبالنسبه للخضره نعملها عصير والفواكه عصير، والخميره البلديه تنستعمل الخميره البلديه الشعير وهذا، وما تناكلش الحمرة مره كناخذ البيض.
والمشكل ديالي كنحس براسي بحال صحتي غدا وكتدهور. علاش ما 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 درتيش التحاليل ديال الدم بالنسبه للكريات الحمراء؟ مزيانين مزيانين، لا ما عنديش فقر الدم، عنديش. جميل. ولي بلاكيت كيف هما؟ لي بلاكيت، لي بلاكيت ناخذ بلا سكر وكلشي. لي بلاكيت مزيانين؟ واه. يلا اذا شفت تسمات نعطيوك الاجابه. هو ديما في الحالات ديال لي نودول تيغويديا تبتات هاد الوصفه نجاحات كبيره. عصير بصل 25 غرام مع كاس كبير ديال الماء مغلي وعسل الزقوم 70 غرام ديال الغذاء الملكات في الكيلو. سبعه د المرات نباتي 100% تعطيو السمك لان لا تيغويد خصها الحوت وخصها اليود وخصها هاد المعادن الجميله ديال البحر. فالسيده سبع شهور تبعت تبارك الله مشاو لي نودول 100%. ملي مشات عند الاطباء قالوا لها كي درتي عالجتيهم؟ حنا بالنسبه لنا ما كاين غير العمليه. اذا فسبع شهور حتى لتسع شهور، الموين هي ست شهور المتوسط الزمني. اذا ولكن السمك طاجين والخضر كثير وزيت الزيتون على الريق مهم جدا. ثانيا انه بالنسبه للفيبغام، انه فيبغام تنبغيش خصو ما يكونش الحيواني، 100% نباتي 100%. ومن المواد اللي عطات نتيجه في الفيبغام كرفس بروع عصير مع شويه التفاح وكثر من المعدنوس 200 غرام والنباتي 100%. عندنا ناس اللي كاين الناس اللي 3 شهور الفيبروم نقص ب 10 حتى 30%، وكاين اللي 6 شهور مشى الفيبروم 100%، وكاين اللي عنده الفيبروم في 7 سنتيمتر حتى 9 سنتيمتر. بمعنى العمليه اللي عطيتكم نباتيه مع الخضر ما طيبينش مهمين، بغيتي تعاونوا بالبصل عسل والماء المغلى عاونوا به 7 حتى 9 مرات. ومهم خذوا الطريقه اللي تنتكلموا بها. اذا ساعة ونص تكون ما كليتيش وساعة ونص ما تاكلش من بعده وعطيه 7 حتى 9 مرات، نتائج هائلة حقا. لا ساعة النحل عطت نتائج وتبارك الله على انه اللي تبعوا نتائج متميزة. تبعوا وقيدوا كل حاجة تعطيوها لكم بالمقادير، ملي تبعوا قيدوا الملاحظات، ملي اتصلوا بنا باش كل حاجة تكون متقة ومضبوطه حتى ان شاء الله النجاح يكون متميز ان شاء الله. المزيد من اتصالاتكم هي مباشره، كذلك يمكن لكم انكم تواصلوا مع الاستاذ والباحث كريم العبد العلوي مختص في العلاج بالنحل والوصفه الطبيعيه على رقم 5566 ديال الدرهم. تاتا سي ناخذوا رشيده. ياك رشيده السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. مرحبا. نهضر مع الدكتور ليلى. سمعت تفضلي. عندي جوج الاسئله على الضغوط الدرقيه، انا فايته ضغوط لكم وعطاني الريجيم. المهم درت الريجيم اللي قال لي حيت اللحوم ودرت قطع على الخط. ما واضح السؤال؟ لا هي بغات تعطينا انا تبعت وبغات تعطينا الشهاده وحد الان ما كنتمنى تكون خير ان شاء الله. اكيد غتكون اكيد غادي تكون لا. خير. قالك سؤال نوفل واش تكمل تماما خصنا نعرفوا فين وصلت. فين وصلت؟ طيب كاين سؤال على الرقم 5566 كتقول المستمعه الام ديالي عندها 60 سنه وعندها شحمه في الكبده، الا كانت شي وصفه طبيعيه راه جزاكم بخير. هو حاليا في امريكا بوسطن شاب عنده حوالي 50 سنه تبع معنا 3 شهور هاد الشحمه في الكبده ما بقاتش تتسمى لاستياتوز. عندي كثير من الحالات في المغرب اللي الناس تبعوا معنا 3 شهور ملي مشاو عند الطبيب ديالهم كونترول قالوا لهم كيف درتي وحيدتي هاد الشحمه بالكبده. اذا فالبرنامج ديالنا هو كالتالي، عقلوا عليه مزيان راه ميسر. زيت الزيتون من ارقى ما كاين تيحمي الكبد، فكلكم اللي عندكم مشاكل الكبد واخا يكون التهابات وسرطانات زيت الزيتون على الريق 3 المعلقات كبار مهم. والناس لاستياتوز مشات فالاطباء حاليا خصهم ينتبهوا انه عصير البصل مع الماء المغلي والعسل، اي عسل يكون، كل ما كان عسل السدر يزير مهمين في الكبد، او الزقوم والتغمس عطاو نتائج كبيره في طرد كثير من الدهون. والطريقه شنو هي؟ هو ان احنا ملي تندخلوا مواد مفيده 100% بحال ماء بصل عسل هو تبدا تقوي الكبد ويطرد الدهون الزائده وترفع المناعه ديالنا، فتلقاو في التحاليل لاغاما جيتي تتنزل واخا تكون 200 و300. لذا انه هالطريقه اساسيه. وثم اكيد انكم لا تعلمتوا تاخذوا الخرشوف وخزو والفجل والتفاح والرمان في الوقت ديالو والعين في الوقت ديالو، هادو كلهم اللي تنقيو القنوات الدمويه وتقويو الكبد. شوف 90% اللي تبعوا معنا 90% النجاح في هاد الحالات باي باي لاستياتوز وهكذا ان شاء الله. ولكن المواد الحيوانيه ممنوع 100%،
هذه القاعده تكلمنا عليها وحنا مازال تناكدوها واعطيونا نجاحاتكم وما يكون الا خير. نعم ناخذ اتصال. فاطمه السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مرحبا. بارك الله فيك. ليلى اختي بغيت نهضر مع الدكتور. نعم كيسمعك. هذه مشكلة. مرحبا. الو سي دكتور لاباس. تفضل. نعم. بخير الحمد لله. دكتور عندي واحد المشكل. عندي العادة الشهرية انقطعت عندي. وهذا وتبعت واحد الريجيم سمعته من الراديو عندك. ومن بعد رجعت لي ولكن هذا قليلة. وبغيت نعرف شحال مدة تبعتي؟ تبعت شهرين. تبارك الله عليك راكي متميزة. شحال عندك من سنة فاطمة؟ 45 سنة. وانقطعت عندي شهر وعام وثلاث شهور وهذه السيمانة رجعت لي. وراكي راكي متميزة تبارك الله. شنو هو الريجيم اللي درتي؟ راه كلشي دابا غيسول شنو هو هذا الريجيم؟ هي حيت المواد الحيوانية. وتبعت البصل مع العسل وحبوب اللقاح مع العسل. ما عرفت واش هذا الريجيم هو اللي خاصني. لا هو هذاك. وبغيت نسولك شحال من مرات خاصني ناخذ هذا العسل مع البصل. دابا انت وليتي مطوره استعملتي جوج وصفات استعملتي الماء والعسل وحبوب اللقاح. غادي تاخذهم ثلاثة حتى أربعة د المرات. وغتاخذ الماء والبصل والعسل ثلاثة حتى أربعة د المرات، إذا مجموعتك بين سبعة حتى تسعة د المرات. واش هادو الحبوب اللقاح مع العسل واش نخلطهم ثلاثة ولا ثلاثة؟ لا 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 لا، أنت علاش؟ حيت الفوائد ديال الحبوب اللقاح مع البصل تيتلاقاو، ما تجمعوش مرة واحدة، خليهم كل واحد في الوقت ديالو باش لوبتيميزاسيون، باش نرفعوا من المستوى ديال الفائدة. اها وشحال ديال البصل خاصني نخلط مع العسل؟ غادي تاخذ 20 غرام ديال البصل عصير مع كاس كبير الماء مغلي ومعلقه ديال العسل الحره. شحال من مرات تاخذهم؟ مثلا انا كناخذو غير جوج مرات في النهار. لا لا تاخذهم ثلاثه حتى اربعه المرات البصل مع العسل والماء وثلاثة أربعة المرات حبوب اللقاح مع العسل. وغادي تلقى راسك انك حيت بحال واحد السيده تبعت سنه كامله مشى الشيب عندها 50 عام، الشيب ما بقاش وتبارك الله طلع لها الشعر وكحل. وفاض لها الشعر، يعني أساليب بسيطة على دليل على أنه كل ما هو علاقة مع تنقية الجسم وتقوية القنوات الدموية وإعادة تنشيط الرئتين والكبد والكلوي ونعاودوا نقويوهم ويبنيو من جديد، كلهم تعاونوا في تشبيب الجسم وتقويته. مبروك عليك. مرحبا. ربي يخليك ربي يخليك ربي يخليك. فاطمة ما يكون بس، عندك شي سؤال آخر؟ عندي سؤال، واش ممكن نمشي لعند الدكتور في شي مركز قريب ليا؟ مرحبا. اش مدينه انت؟ تيزنيت. تمشي لولاد تيمه ان شاء الله، راه الاخوان عطيكم التليفون ومرحبا بكم. مرحبا بك فاطمه. شكرا لك. شكرا. واش غناخذ التليفون دابا؟ ان شاء الله تتصلي بستوندار على 0522 36 83 03 0522 واجي خذي ورقه وستيلو او لا عاود تصل بينا في الغدية يعطيها على اين انا غادي نعاودها لك دابا 05 22 36 83 03 او لا 04 05 22 36 83 03 ولا 04 في ستوندار طبعا نعطيكم الارقام باش تجيكم المعلومات الخاصه بالاستاذ والباحث كريم العبد العلوي مختص في العلاج بالنحل والوظائف الطبيعيه. وكاين سؤال يقول على رقم 5566. السلام عليكم، انا السعديه من اكادير، بغيت نسول الاستاذ على الحجامه. كتقول عندي التونسيون ديال العينين ياك، ومتبعه تتقول مع الاستاذ من 2013 وكناخذ الدواء ومتبعه الريجيم، وهذه 3 شهور دابا كندير الحجامه في ظهري حتى هو. دونك دابا تدير حدا في ظهرها وحدا عينيها، تتقول واش نخلي غير حدا العينين ونحيد الظهر ولا ماشي مشكل واخا نديرهم بزوج؟ واخا نديرهم بجوج وقت واحد. تبارك الله على شي ثلاثه الحالات في هذا الاسبوع تبعوا معنا بين شهر ونص وثلاث شهور التونسيون بدات تتقد. وهذا دليل على انه واخا تكون حتى 27 40 الحمد لله كاين الناس اللي نزلت لهم بين 14 و15 او 17 حسب الحالات. وهنا تلقاو انه الناس التونسيون تتقد، غير ما تحيدوش الدواء منكم من راسكم ديال الطبيب، ما تحيدوش، كل حاجه تتمشي بالقياس، سيروا للطبيب ديالكم. ولا كان شي طبيب ما تعطيكمش الوقت باش يفسر لكم، شوفوا اطباء كثارين ولا الناس موجودين، فغير وصحتكم فوق كل اعتبار. مبروك عليك وتبع مزيان ان شاء الله. شكرا لك، شكرا على تواصلك واتصالك بنا. المزيد من اتصالاتكم يا مباشر على ارقامنا كذلك على رقم 5566. وسؤال كيقول السلام عليكم استاذ انا عافاك على من شي وصفه اللي تحيد لي السينتا من النصران.
الوغ سينتا عندكم شافي عميتو لهاد سينتا تحسكم مأكد باش يدير هاد الوصفه ولا هي وصفه في كل الاحوال يقدر يديرها؟ لا عطيو هاد الوصفه مزيانه لكل هاد النوع من الحيوانات حدائق الحيوانات خير ان شاء الله. شوف اولا كاين المرجان ارقى ما فيه بدا ديروا مثلا ديما خذوا نص لتر د المرجان طحنوا مع شويه د المعدنوس وشي حبه ديال الثوم ديما زيدوه في الماكله وشربوه. هذه واحد ثانيه خذوا شويه د المرجان طحنوا مع شويه د المعدنوس والثومه واحد 50 حتى 60 غرام بدا ديروا حقن سيرجيه اقل من اسبوع ان شاء الله الناس تيلوحوا داك السنتات او الدود اللي تيكون في المصيرنات ونتائج كبيره حقا في المغربيه. العظم ديال التمر تيفحموه وتيطحنوه وتيديروا قويلب مع الثومه مثلا او تيديروا الشيح تيغليوه وتيشربوه تيشربوه مع العسل او تيديروه توا حقنه وعطى نتائج. اذا هذه كلها امور ان شاء الله ما تشوشكمش الا تبعتوا بجيد بطريقه جيده اقل من ثلاث اسابيع نعطيكم وصفه اخرى واخا اللي من عالم اخر اللي هو الخزو خضر بالقلب ديالو تتغسلوه تطحنوه في لا سونتريفيجوز او تتحكوه مزيان تطحنوه مع شويه ديال المعدنوس والثومه وسبحان الله ثلاثه الى خمس مرات في اليوم اقل من اسبوع الناس لاحوا حديقه الحيوان وكانت نتيجه خارقه جدا بدليل انه هذا كله مكتسب ديال 100,000 سنه ديال الانسانيه كيف نجحت. وحنا ان شاء الله خصنا نقربوها لبعضياتنا في صوره خفيفه ميسره وميمكنش ان شاء الله ما تنجحوش مادام الناس في هذا الوقت هذا نجحوا الناس وعطى نتيجه وما يكون بس. نعم معنا اتصال ديال هدى سلام. عليكم السلام. مرحبا. صباح النور. دايرين لاباس؟ الله يبارك فيك الحمد لله. الله يخليك بغيت نسقسي الاستاذ. مرحبا. عندي وليد عنده 16 عام. خسروا عفاك المعده وملي ديتو للطبيب بغي يطب عام قال لي عنده شويه المعده طيبه وفم المعده شويه واسع. دابا ملي تياكل شي حاجه بحال هكا تكون شويه مزيته بحال الفريت ولا هذا. المهم مره ماشي دائما. قلتيها ياك واخا اعترفت. انا سمعتك اعترفتي يا هدى. لا مره بصراحه تعرفي الدراري الصغار ما كيحبوش اي حاجه كديرها كيبغي ياكل حاجه بحال هكا شي حاجه مقليه ولا هادي. المهم هو ما كيضروش دائما حتى كتجي واحد الفتره بحال نقولوا كدير شهرين ثلاث شهور ولا هذا بعض المرات كتنوض عليه معيط وكتضرو حاجه كتيجي بحال الربان وتبقى يجي الحريق ملي تندي للطبيب تيقول لي بحال شي حاجه ما تهضماتلوش تتبقى له في المعده ديالو تدير له المرض كيطلع له الفم من المعده. بغيت الله يسهل عليك زعما شي حل لي شي حاجه اللي تعطيها لي باش ما يبقاش. نعطيك على ثلاثه ديال المستويات. المستوى الاول ملي تزير لك هكذا الولد عطيه غلي له كاس د الماء عطيه يشربه مغلي شويه سخون واخا بوحدو ويكون معدني ولا غير روبيني؟ لا انا غليتي المعدني احسن باش ما نطيحوش في ذاك حيت هو مزيان ملي تنغليو الماء ديال الروبيني ذاك الكلور وكثير من المواد الكيماويه تتكون تمكن لها ان تخلصوا منها عن طريق البخار. ولكن غلي له معدني يكون افضل. غلي له كاس ممكن حتى نص ساعه كاس اخر باش يمشي يرتاح مزيان. هذه بالنسبه للاستعجال. ثانيا بالنسبه للعلاج تنغليو كاس الماء تنديروا فيه نص معلقه صغيره ديال الزعتر وعرقسوس نص معلقه صغيره تنصفيه وتنديروا فيه معلقه د العسل. هذه التعليم ياخذها ملي تحس به ما خصو ما ياكل ولا كلا غادي تكرفس الماكله تكرفس عليه عطيه له جوج ثلاثه اربعه حتى سته ل 10 مرات في النهار ومع حبيبه التمر او جوج او ثلاثه مزيان. هذا اسلوب. ثالثا العلاج دابا الحقيقي باش نعاودو نبنيو المعده لساعات النحل. وهاد الحالة وقعت لنا البيبي ملي كنت في الجزائر. البيبي وقع له عنده شي شهرين ونص ثلاث شهور عطينا له ساعات نهار الاول الثاني ما شاء الله ما بقاش عنده مشكل. داك لي غوفلي وداك الحموضة وداك العياءات الحمد لله ما بقاش. بمعنى انه لا تبعنا هاد الاسلوب بطريقة جيدة مزيان. وديما في الهضم الماء مغلي بغيتي تعاونوا بالمعدنوس او تعاونوا بلي شو ولا بشي عصير تفاح فيهم دي زنزيم مهمين في الهضم غادي يكون جيد وما يكون بس. كنشكرك بزاف جزيل الشكر الاستاذ والباحث كريم العابد العلوي مختص في العلاج بالنحل والوصفات الطبيعيه. الاساسي اللي نعقلوا عليه في بوز اللوم الاساسي زيت الزيتون على الريق ولسعات النحل وقويلب ديال الثوم هادو ان شاء الله اساسيين وديما الاساف ماكلته يحضي لانه ملي تنوحلو ملي تنحيدو المواد الحيوانيه تنجحو ملي تنوحلو
نحاولوا ديما ناخذوا الاحتياطات فالسمك يكون وسيد التغذيه ديالنا، والمقلي بحال اللي قالت هذه الاخت ان شاء الله خصنا نتعلموا نحيدوه طيب. نصحوا الخطا. طيب واش دقيقه نوفل، واش يعني لاحظنا ان بزاف ديال المشاكل كيوقعوا من الحيواني، واش لان الحيواني هو مضر ولا لان الحيواني اللي تناكلوه دابا زعما هو اللي مضر؟ اما هو في الاصل زعما ما نظنش ان كل ما هو حيواني مضر. ثلاثه د العناصر، العنصر الاول الحيواني ديال دابا ما بقى ما يسوى ما يصلح. سواء دابا مثلا الناس يذبحوا الذبيحه تتبقى زرقاء. ثانيا عمليه الهضم ديال الحيواني تتاخذ لنا الكالسيوم وتتعب لنا الكبد وتتعب العروق. ثلاثه غير تنحيدوهم القدره على تجديد خلايا الجسم مهمه. شوف ثلاثه المراحل ونعمقوهم ان شاء الله. شكرا لك استاذ الباحث كريم العبد العلوي، نتلاقاوكم بعد